أصر رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور جدلا بعد اتهامه خلال بث مباشر لشخص يدعى رجب بحة بالقيام بأعمال سحر، وذلك سبب في خسارة فريق الزمالك في بطولات الدوري. أولا صورة الساحر رجب محمد شيب رجب بحة، هذا الساحر هو اللي يعني مدمر الزمالك وإصابات تعابين وتطفيشه. خلاص منين بقى؟ أهو الفيوم مينا مينا إيه؟ الحيط. نفى رجب بحة ما قاله مرتضى منصور وقال انه رجل امي. سيادة المستشار متهمني بالباطل ان انا بسحر، انا راجل امي وراجل لا بعرف لا اسحر ولا بعرف اعمل اي حاجة، وقسما بالله العظيم مرة تانية ان انا ما بعرف اعمل الحاجة دي، واللي بيعمل الحاجة دي اصلا بيبقى راجل مشرك بالله، والاشراك بالله ده اشراك يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبقى نازع من قلبه الرحمة في الدنيا وفي الاخرة. وانا راجل بنا، وانا راجل شغال بنا عامل بي. اسم رجب بحة أصبح الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب السيد حنفي عامر: يا دولة أنا شايف إن المسرحية بتاعت المعزول مرتضى منصور طولت شويتين، هو مش المفروض تخلص بقى ولا إيه؟ يا دولة فضوها سيرة. ودون حامد أبو الفتوح: سيادة الرئيس المعزول العبقري كشفتنا عن السبب الحقيقي لانهيار نادي الزمالك، وهو الساحر رجب بحة من الفيوم. الخلاصة: حتى لو الزمالك فاز بكل البطولات اللي في الدنيا، الراجل ده لا يليق عليه أن يكون على رأس مؤسسة عريقة لها تاريخ عظيم بحجم نادي الزمالك.